خلينا نطير لملعب المباراة والزميل محمد توفيق من ملعب المباراة ولقاءات ما قبل المباراة وترجعوا لنا مرة تانية. كابتن خالد، برحب بحضرتك وضيوفك الكرام كابتن وائل عايدي وكابتن نور عطيه وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجدد اللقاء ومباراه الاهلي والزمالك في اطار مباريات الجوله السابعه من الدور الاول للدوري الممتاز لكره الطايره. مباراه اليوم النادي الاهلي بيدخلها في المركز الاول برصيد 17 نقطه جمعهم من 6 فوز، بينما نادي الزمالك بيخش في المركز الثاني ب 15 نقطه جمعهم من الفوز في 5 لقاءات وهزيمه واحده امام نادي سموحه. يمكن الفرقتين حضروا بالفعل لارض الملعب، نادي الاهلي حضر اولا ثم نادي الزمالك من ربع ساعه تقريبا. الفرقتين دلوقتي بيشاهدوا المباراه اللي شغاله امام حضرتك، مباراه سموحه والجيش. يمكن مباراه سموحه والجيش لها اهميه خاصه ان المباراه هتحدد مين من الفرقتين اللي هيكمل السباق نحو المقدمه، سواء مع النادي الاهلي ان شاء الله بفوزه النهارده والابتعاد في المقدمه ومواصله الزحف نحو تحقيق اللقب وحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، وقبل كده كمان فاز اكتر من مره بالبطوله. عايز اقول لحضرتك ان زي النهارده السنه اللي فاتت كان على نفس الصاله دي مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك وانتهت بفوز النادي الاهلي 3-1، والنادي الاهلي قربته كتير قوي من الفوز بالبطوله والفوز في اخر مباراه والفوز بالبطوله امام سموحه. الاجواء هنا اكثر من رائعه، ان شاء الله تبشر ان احنا هنتفرج على لقاء اكثر من رائع. مباراه سموحه والجيش يمكن بدات متاخر شويه لان مباراه سبورتنج اللي سبقتها مع الطيران خسر بنتيجه 3-2، سبقها مباراه الاتحاد وهيئه قناه السويس وانتهت بفوز الاتحاد 3-1. وما زلنا دلوقتي بنتابع احداث الشوط الاول من مباراه سموحه والجيش، ولغايه دلوقتي الفريقين يمكن متعادلين بونت لبونت، ماشيين عدوا الاثنين ال 25، لكن طبعا لازم زي ما حضرتك عارف فريق ياخد بونتين متتاليين عشان يفوز بالشوط. ونتمنى ان شاء الله ان المباراه تخلص سريعا ومباراتنا ان شاء الله تبدا في ميعادها الساعه 8 مساء. زميلي محمد هو لسه الماتش بادئ حالا بتاع سموحه وطليعه الجيش. سموحه طليعه الجيش لسه بادئ حالا؟ لا، الماتش بادئ تقريبا من الساعه 7 الماتش تقريبا يا كابتن خالد ابتدى الساعه 7 وربع، ابتدى متاخر عن ميعاده، لكن هم لسه في الشوط الاول. يمكن الشوط الاول زي ما قلت لحضرتك الفريقين يعني دلوقتي النتيجه حالا قدامنا 32-31 لسموحه في الشوط الاول. يمكن المباراه بدات متاخر شويه وكمان المباراه ماشيه سجال، يعني احنا لسه في الشوط الاول ومع ذلك النتيجه 32 سموحه 31 الجيش. تمام، يعني المباراه بتاعتنا هتتاجل شويه تقريبا كمان نص ساعه لغايه ما يخلص مباراه طليع الجيش ونادي سموحه. غالبا كابتن خالد هتبتدي متاخره شويه عن ميعادها، لان واضح ان مباراه سموحه والجيش يعني هم واضح ان هم مصممين يفرجونا على مباراه كبيره، وواضح ان هم مصممين في التكمله على المنافسه. يمكن الفرقتين خسروا من النادي الاهلي، لكن سموحه عنده امل، كان فاز في مباراته امام نادي الزمالك. الاتحاد كان عمل طلائع الجيش كان عامل نتيجه كويسه مع النادي الاهلي وخسر بفرق شوط واحد 3-2. فالفرقتين يعني اتكلمت حتى مع الاجهزه الفنيه قبل المباراه، الفرقتين مصممين ان هم يعملوا حاجه ومصممين ان هم يكملوا، يعني هم عندهم امل النهارده ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق الفوز ويبعد شويه في المقدمه، هيبقى بعد بفرق ماتشين عن كل الفرق فوز. فهم عندهم امل ان الزمالك يتعثر ويبقى قدهم، يعني سواء سموحه او الجيش الاثنين بيلعبوا الماتش على امل ان واحد فيهم يبقى خسران بس ماتشين زيه زي الزمالك ويكمل في المنافسه تاني مع الزمالك، ويحاول ان شاء الله انه يلحق بالنادي الاهلي اللي ان شاء الله يحقق الفوز النهارده وينفرد بالصداره، ويبقى متبقي بس ان شاء الله في الدور الثاني انه يكسب اول ماتشين او ثلاث ماتشات، ويبقى بنسبه كبيره باذن الله ضمن الفوز بالبطوله السنه دي زي كل سنه ان شاء الله. زميلي محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، وهنرجع لك مره ثانيه باذن الله بعد شويه تانيين.